أيضا نوعدكم ووعد إن شاء الله إذا بقيت الحياة وبقينا سنناقش من هذا المنبر ونبدأ مع ابن تيمية من الأساسات، سنناقش أساسات وقواعد ما يعتمد عليه ابن تيمية، سنناقشها جزءا جزءا وفصلا فصلا ومقاما مقاما إن شاء الله، وسندخل السرور إن شاء الله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والزهراء والمعصومين سلام الله عليهم ببركة دعاكم، وإذا بقينا إن شاء الله لذلك.